صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لإلي بفقرة فاشن بفقرة جديدة عن الموضة، لكن بداية بدي أتوجه بمعايدة لكل الأمهات يلي عم تحضرنا، وبدي أقول لكل أم شكرا لأنك أم، لأنك امرأة مناضلة بكل المجالات يلي أنت فيها، وبدي أوجه بوسة كبيرة لأمي يلي بحبها كتير. نحن قابلين هلا على شهر رمضان المبارك، هذا الشهر يلي معروف بالعطاء بالمحبه بالسلام، وايضا بالجمعات الرمضانيه بالافطارات والسهرات الرمضانيه. بهيدي المناسبه حضرت هالفقره مشان اخبركم شو ممكن نحن نلبس على هيك مناسبات، ان كانت افطار او سهره رمضانيه، ان كانت بالبيت ولا برات البيت. لهيك بسعدني استضيف معي اليوم مريم معمر، ستايل كوتش وميك اوفر اكسبرت، لنستفيد بخبرتها الطويله بهيدا المجال. مريم اهلا وسهلا فيكي معي بفقره. بدي اقول لك اول شيء هابي ماذرز داي. الي كمان. بدي اقول لك مبروك على الحمل كمان. مريم حضرتك عندك خبره طويله بهذا المجال، نحن بدها تخبرينا شوي، نخبر المشاهدين اول شيء شو الفرق بين العبايه والكيمونو، وانت شو بتنصحيهم يلبسوا للافطار اذا كان صباحي مش نعم. اول شيء مارينا بدي اقول لك ثانك يو سو ماتش على الاستضافه، وبدي عايدك بعيد الام، وبدي عايد كل الامهات، واكيد بدي عايد امي، وبدي عايد كل ام او مام تو بي كمان رح تكون ام، وكل سيده اكيد بتطمح انه يكون عندها هيدا الرساله بالمجتمع. الامومه هي مثل ما كانوا عم يحكوا من قبل انه عن جد هو شيء كثير اساسي لكل الاشخاص، لأن الأم هي المربية، هي المعلمة، هي سيدة الأعمال، هي فيها تنخرط بكل المجالات. سو بدنا نقول لهم نحن وي ار براود فيكم، وكل أم شو ما كان اختصاصها وشو ما كان طموحها وهدفها، أنا دائما بقولها ورح ضل نعيدها، اليوم بدي استخدم هذه الفرصة لحتى أرجع أقول لها إنه ما تحدي طموحك وما توقفي اهدافك، بالعكس الامومه ما بتلغي اي هدف عندك يعني. نعم طبعا. هلا اكيد مثل ما كنا عم نحكي رمضان فيري سون صار على البواب، وكل الصبايا بيتجهوا مارينا ليعرفوا شو بدهم يلبسوا بهالمناسبات، خاصه لما بكون معزومين على افطار او لما بكون عندهم جمعه، يمكن سحور امرار مش بس افطار. نعم. هلا في اختلاف كثير كبير بين الكفتان، بين الكيمونو والعبايه العاديه. نعم. كلنا بنعرف انه العبايه السوداء هي اللي كانت بالزمانات كثير تراديشنال ودارجه بكثير من المجتمعات. هلا صاروا شوي شوي يعني مع تطور التراديشن صاروا يزيدوا عليها الوان، يزيدوا عليها اكسسوارات، صرنا نحس الاسود فايت معه مثلا برك ستراس، بروش من هون، سانتور، كولرز، هون بلشت العالم شوي تقتنع اكثر بفكره انه العبايه فيها تكون كولرفل. نعم. مع تطور الموضه، واكيد بتعرفي انه كثير الموضه زادت اخر كم سنه لورا بالالوان، صرنا نشوف دايرينج كولرز، صرنا نشوف حتى من اهم مصممي الازياء عم يعملوا عبايات قويه والوانها كثير قويه. نعم جريئه جدا. كثير جريئه. هلا الكيمونو هو ياباني. صح. نعم. الاساس هو ياباني. نعم. وفي عنا حتى يعني بدومين العبايات حتى في عنا الكوفيه اللي كانت قبل اسود وابيض كانوا يستعملوها. نعم. بهالمناسبات هلا بنلاقي في كوفيه فوشيا واصفر وازرق، صار في كثير الوان. نعم بيلحقوا الوان الموضه. اكزاكتلي. هلا اجمالا القفطان هو اكيد اساسه مغربي، هيدي القطعه هي اللي انا هلا لابستها، هيدا اكيد يعتبر قفطان وهو امبرويدد يعني مشغول شغل ايد. هذا الستايل اللي حلو فيه مارينا انها فيها تلبسه سيده محجبه وغير محجبه. نعم. فيها تلبسه از دراس، فيها تلبسه از قفطان، فيها تلبسه كحتى مانتو وتحته اوتفيت عادي، هيدا اكيد غير مناسب ل يمكن يعني مثل ما لبستيه انت اليوم. صح. مثلا مع البنطلون مع بنطلون وشيرت وطالع كانه مكمل للاوتفيت اللي انا لبسته، اذا حطوا له سنتور مثل ما شفنا على الشاشه بيطلع از دريس كمان. صح. نعم. هيدا الشيء هلا كثير دارج ورح نشوف بعده الوان كمان. القفطان كان بالزمانات يقول انه القفطان هو المغربي بس. نعم. لا هلا صرنا نشوف القفطان بعده قماشات بعده موديلات كثير دارج مارينا عنا وبالميدل ايست كله سوا، كثير 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 دارج. يعني نحن شفنا انه من 2016 بلش في ظهور كثير كبير لهالستايل على الران ويز. صح. وحتى كمان عم نشوف مش بس يعني انه فور ديلي يوز، حتى بالمناسبات صار عم بيزيدوا له مثل الشك والبايات اللي انت حطيتيه. صح مزبوط. نعم. وصار عم بيكون اكثر على الموضه. هلا هون ملاحظه هيدي عبايه دراس فينا نسميها لانه هي مسكره بتجي، اكيد في اختلاف بين العبايات والقفطانات كمان مارينا، في قصص بتكون مفتوحه وفي قصص بتكون مسكره فينا نستعملها از دراس.
هيدي العباية هي كمان حبيت الستايل الكمام فيها كتير، هيدي كتير حلوة. لاحظ الكونتراست اوف كولرز، نعم بينك والفوشيا هن لونين كتير دارجين لهيدا الموسم، ورح تلاقي منهم كتير موجود. حتى قلت لك بأهم مصممين أزياء حتى عاملين منهم فساتين سهرة على فكرة، يعني شفناهم لاست يير وعم نرجع نشوفهم هلا هيدي السنة. والريش كمان حبيت كيف مدخلين الريش للعباية، يعني مش بس بالاكسسوار والتياب. ومن سنة الماضية مارينا الفذر بلش معنا ومكفى صيف سبرينج سمر بالشتوية، كان كل الوقت الفذر عم بيكون كتير دارج. هيدا اللون هون بس بدي نوه لموضوع انه هيدا اللون ما بيلبق لكل الصبايا. يعني انا دايما بقول لما احنا بنعمل تحليل الالوان بنشوف شو الالوان اللي بيلبقوا للصبية، بنقدر نعرف شو درجة اللون اللي هي بتضوي لها وجهها. مثلا قد ايه اليوم النيل كثير لابق لك وبضوي لك وجهك؟ انت كمان كثير لابق لك، عاملين تليباتي اليوم. ايه عن جد ثاقبت يعني لابسين نفس اللون. باي ذا واي هون بدي اقول انه هذا اللون اللي قطع هو لون الموسم اللي جاي، يعني سبرينج سمر 2023 كثير دارج. وهلا كمان هذا اللون اللي هو الاقوى الباستيل حنلاقي منه موجود دائما على الرانويز سبرينج سمر 2023. هذا لون كول بارد، يعني من الالوان البارده. كمان اذا ملاحظه هلا الباستيل دارجين لهالموسم اللي جاي، كثير دارجين بكل الوانه مارينا بلا استثناء، يعني حنستغرب من كميه الباستيل الموجوده. هيدي عباية دراس فرنجز، الفرنجز كمان هو هي موضه كثير دارجه، كثير كفايه معنا من هذه السنه، هيدي مكفايه معنا اكزاكتلي. هذا الموديل كمان نحن عاملينه بموديلين مختلفين، ملاحظه في البرنت اللي هي يعني في لوزانجات ومن تحت فرنجز، الموديل الثاني هو مونوكروماتيك. سو البرنت يعني يجوز انها تكون موجوده ايضا بال نعم طبعا. وهيدي كمان من ستيل العبايز اللي حتلاحظي انه هيدي العبايه او كيمونو حنسميها لانه نحن فينا نستعملها. لاحظي هون ذا واي وي ستايل دم، يعني لاحظي طريقه الستايل هون. فيها تلبسها صبيه مع جينز مع كروب توب، فيها تلبسها صبيه تانية يعني فستان اسود مثلا كورولي اسود طويل اذا كانت صبيه محجبه، فيها تلبسه مع درس قصير اذا كانت غير محجبه. في صبايا حتى بيستعملوه للبحر، يعني في كثير من الصبايا ايه كيف بدي اقول لك انه الكيمونو عم يستعمل للبحر كترة، يعني بقوة مع المايو يعني صح كمان. هلا في القطعة السوداء اللي شفناها من شوي هي اجين هيدا كفتان. اذا بندقق شوي بالاكسسوار يلي عليه، الحية اللي موجودة عليه هي اكسسوارة فضة وبقلبها رد، ذاتس واي نحن عملنا لها بيرينج مع سنتور احمر. كمان هيدا فينا نستعمله از كفتان وفينا نستعمله از حتى في فيذرز شفت على ال يعني على طول عم نشوف انه في تاتش الفيذرز او الفرنجز، يعني بكل شيء صرنا حتى بالجزادين حتى على الشوز بالشوز على الانكلز حتى الفادرز ايفن كثير كثير يعني بتشجع انه نحن نكون عندنا جرأة انه نتوجه لهيك. يعني اكيد الا ما رح تلاقي قطعه تكون بتشبه ستايلك مارينا، يعني مين ما كان اذا هي ستايل ما انه كثير دارينج الا ما تلاقي قطعه شوي يعني كلاسيكية. يكون ناعم فيها مثلا الفرنجز مش تكون بقوه او هلا في كثير ناس عم بيكونوا كثير اكزاجريتد يعني بطريقه ما بتقطع صراحه. صح. ليكي انا دائما هون بقول اللي بيلعب دور انت شو شخصيتك. نعم. شو الستايل اللي انت بيستهويك، لانه انا كمان في موضوع بحب وجهه للصبايا اللي عم يحضرونا بالذات، اصلا مش بس الصبايا حتى الرجال. تيابكم كثير بيحكوا عنكم، انت ذا واي اللي انت بتكوني لابسه فيها القطعه هي بتخبرنا انت شو هواياتك، شو طموحاتك، شو اهتماماتك، يعني مثلا قد ايه جريئه كمان قد ايه جريئه شخصيه يعني. لان في صبايا بيكونوا دارينج فيهم يكونوا كرييتيف بيتجرأوا بالالوان بيعملوا ميكس اند ماتش، وفي صبايا بتلاقيهم ما بيلبسوا الا اسود وابيض ورمادي وبيج. انا هول بيقطعوا معي كثير من ماي كلاينتس بتكون الكومفورت زون يلي لها هي الالوان البيزك، فانا ولا يوم بحب الغي اي شخصيه من ستايلات الصبايا، بالعكس انا بحب من شخصيتها نستوحي لها قطعه بتكون تناسبها تناسب هير ستايل وتكون عن جد عم تحس حالها بفيرجن جديده من حالها. نعم. هلا بالنسبه للبرنتس عم كنا عم نشوف البرنتس انه في كثير ناس بيقولوا انه لا انا ما بقدر ما بتجرأ انه بيلفت كثير الانتباه هيك نوع من البرنتينج، بس انا عم شوف انه عم بيصير ميكس اند ماتش بطريقه كثير غريبه اوقات ببرنتس كثير قويه. صح. هل انت بتحبي انك تنصحي انه يلبسوا هيك ستايل ولا أوكي. هلا هون قبل ما احكي بس بالستايل بيرسوناليتي بدي احكي بشكل الجسم وقد ايه الجسم معبى من محلات معينه اللي موجود عليها البرنت. يعني انا اذا كنت صبيه كثير عريض كتافه او منطقه الصدر او بطنها كثير عريضه ما فيها نلبس شيرت معرقه. نعم. اكيد هلا عم بحكي مثلا على العبايه الكيمونو يلي هي معلقه معرقه، اذا هي مثلا مليانه هل ممكن انها تلبسها؟
صراحة إيه بتقطع إذا كانت لابسة تحتها شيء بلين. وفي شغلة هون بدي أقول لك، هيدي التعريقة اللي هي الكبيرة مارينا، هيدي بتضعف أكثر من كاموفلاج. يس بتضيع. يعني بتضيع للصبية، بتضيع شكل جسمها، وبالعكس يمكن ما بقى تركزي على مناطق العيوب اللي عندها إياه هون. سو هيدا الشكل ما عندنا مشكل فيه، بس التعريقة الصغيرة إذا كانت الصبية مليانة she has to avoid it. نعم. وفي هون تفصيل صغير تشيك هيدي بدي أعطيها للصبايا اللي عم يحضرونا. yeah. إذا ملاحظي هون الفرنجز اللي موجودين هني على الكمام. نعم. أوكي؟ وقت تكون ماشي صبية الكمام بالمطلق رح يكونوا موجودين على منطقة وراكة. نعم. إذا كانت هي غير ممتلئة من منطقة وراكة هيدور رح يعطوني فوليوم. إذا عندها أوريدي كتاف هيدا شيء حيعطيها إكليبر بين فوق وبين تحت. فهيدا شيء أجين ما بيناسب كل أشكال الأجسام، ودائما لازم تنتبهوا لموضوع الفرنجز، الأكسسوارات، القصص اللي بتعطي فوليوم، شو القصص اللي بتناسب شكل جسمكم وشو القصص يلي لا. يعني إذا على خسرة هي مليانة مش محبذ إنه يكون في على إيديا فرنجز أو يكون في على إيديا ريش. exactly. نعم. يفضل يكون الشغل بركي على الصدر، بركي شغل على الكتاف، بركي شيء مثلا مثل ما عم أقول بروش. نعم. أو قصص إمبرويدد على الكتف أفضل من إنه تلفت الانتباه على غير من الجسم. exactly. نعم. كمان هيدوليك اللي شفناهم هن فساتين بنتحت كمان ريش، هيدا از راب دراس اكيد هيدا للصبايا غير المحجبات، وللصبايا اللي عابرين يلبسوا شيء هيك كلاسيك وذ تويست. انا بحسه بيناسب كثير انواع من الجسم، اشكال من الجسم، لانه بحط ان رولياف يعني الخصر. اصلا هو الراب دراس، كل شيء راب دراس، كل شيء فساتين فيها تلف على منطقه الخصر كثير بتعمل شكل اور كلاس للشكل الجسم يلي هو البرفكت شيب. يعني هون هيدا الكفتان او فينا نسميه حتى كعباية، بس انا هون عملناك از دراس. نعم. يعني زبط طريقته از دراس. هيدا كتير حلو لصبايا البيزك، بس يلي كمان بحبوا شيء يكون بقلبه شوية حركة عليه، يعني بتلاحظي انه في عليه رينبو. هيدا الموديل هن من الكيمونوز العاديين. نعم. سلك ساتن. هيدا القماشة رح نشوف منها كتير، هالالوان رح نشوف منها كتير هيدا الموسم. هيدي اكيد فيها تلبسها صبيه عادي على جينز، واجين فيها تلبسها تحت فستان، فيها تلبسها مع شيء يعني بلين. اكيد هيك قصص بده ينلبس تحت قصص بلين اكيد. نعم. لأ يعني انا معرقه كثير وفيها كثير برينتينج. exactly. وباترنز. هون بدي احكي بالنسبه للقماشه، هل بيختلف اختيار القماشه؟ طبعا. نعم طبعا. القماشه كثير بتفرق على موديل القطعه. يعني مثلا اذا مثل هيدا الكفتان، اذا ملاحظه انت هيدا الشغل يلي عليه هو جاي عم يعطي ان رولياف منطقه الفوليوم تاعت الكمام. نعم. واقف يعني جامد. exactly. هيدا النوع من القماش هيك موديل بده هيك قماشه. ما فينا نجي نجيب سلك ساتان ما حتوقف القماشه وما حتعطينا الفوليوم او هدله تكون كثير. exactly. ما فينا دائما. نعم. وي هاف تو بي بيكي بشو بدنا ننقي قطعه القماش. لحتى انا بكثير من الاحيان بكثير من الاحيان حتى بالموديلات اللي قبل كنا نعملهم، هلا هذا الموديل اللي احنا عاملينه ان كولابوراسيون مع صبيه كانت معي بالاسمود وشي از فيري تالنتد، حبينا نعمل هذه التويست. هي كلاسيكيه وانا كرييتيف، سو حبينا نعمل قصص كلاسيكيه وكرييتيف بين بعضهم. السنه الماضيه انا برمضان عملت قصص كلها كانت دارينج، انا استغربت مارينا انه الصبايا كلهم حبوا مع انه شخصيتهم منا كثير جريئه، بس كلاسيكيين اكثر بيختاروا. وي نيد تويست، بدنا نغير. يعني انا مع صبايا شوي غيره. هلا اللمعه بالقماش كثير دارجه، لانه عم شوف الساتان او حتى التافته يلي انت لبستيها يعني كثير دارجه. كل شيء سيكونز لامي، يعني في بقلبه لمعه، كل شيء بتحسي فيه بقلبه هيك مبرق منه فيه كمان كثير دارجه. نعم. يعني حتى بالميك اب عم شوف كل شيء جلوي. صح. كل شيء لمع يعني. مزبوط. بالاكسسوار حتى بالجزادين، يعني حتى بالجزادين وبالشوزات وبالميك اب. ليه بهذا الموسم بالذات بتكون دائما البشره دوي، يعني بيكون بقلبها لمعه، لان بنحس سان كيست. يعني هلا في عندك السمر بيعملوا صبايا سولاريوم او تانينج، سو دائما حلو تكون البشره اصلا هلا دارج البشره تكون جلوي. جلوين بالشتويه اكثر بنعرف انه بتروح البشره، لحتى القصص اللي تكون دارج هي المات. نعم. بتحس الميك اب بيكون مات اكثر. هلا بالنسبه للعبايات اللي عم نشوفها، عم شوفها شوي اكثر كلاسيكيه يمكن، واكثر ستيل عبايه. exactly. صح. هدول هذا الستيل اكثر اكيد بنشوفه بدول الخليج اكثر من عنا، يعني شوي عنا بيتجرؤوا اكثر. هدول الموديلات مثل ما كنا عم نحكي بالاول، يعني مثلا فيه يكونوا اسود عليهم شغل او الوان بيزك. يعني صبيه بالمطلق اذا ستايلها كلاسيكي او ناتشرال فيها تلبسون عادي، بس انه اكيد بتكون يمكن في بقلبه شغل على الكتف، شغل على الكمام. لاحظي طريقه الستايلينج اللي عم بتكون مارينا بطريقه مختلفه،
شيء على بنطلون رسمي، شيء على سكيرت، شيء على جينز، شيء فيها تسكرها كلها سوا. كل هيدا الموديلات، هذا الموديل انا كثير بحبه، فيري كلاسيك، وبنفس الوقت في بقلبه هيدا التاتش اوف جولد اللي بتعطي هيك اليجنس لل اوكي. هيدي مثلا هي جلد الحيه، كمان بيهمني نوه انه هلا جلد الحيه كثير دارج لهيدا الموسم، مع انه نحن بالصيفيه عاده جلد الحيه بيكون دارج بالشتويه. عم قلك هيدي السنه في خليط خليط كثير كبير. كمان في صور شوي كنت محضرتين لنا لقصص كثير قويه وجريئه هيك، بركي قبل ما نختم كمان كيمونوز بنفرجيهم اياها. كنت بدي اسالك بالنسبه للفولار، هل لازم نلبقه من نفس القماشه ولا ما بياثر؟ ولا بس اللون لازم يكون مثل العبايه؟ اوكي، هلا هون لاحظتي كذا طريقه منديل عم بتكون ساعه عم بيكون نفس لون البنطلون، ساعه نفس لون العبايه. انا دائما بقول بالاوتفيت يلي لنا او بالعبايه بالذات، يا بده يكون المنديل من لون العبايه، يا بده يكون المنديل من لون الجينز او البنطلون اللي احنا لابسينه، يا اما فينا نكون عم نلبس لون كونتراستينج مع الاثنين. اوكي، بس ما لازم ابدا ابدا نتعدى اكثر من 3 الوان ان توتال بالاوتفيت الكامل. اوكي، واما بالنسبه للشوز يعني عم بشوف كثير سنيكرز عم بيكون شيء كومفورتبل مع العبايات، صح؟ يعني للنهار بتصور او لافطار صباحي يمكن ممكن بيجوز. صح مزبوط، لما بيكون الايفنت خلال النهار او وقت الافطار وهيك، فينا نكون عم نلبس ميل او مشي، او فينا نكون عم نلبس حتى ساندال. اكيد اذا سحور يفضل انه نحن نكون لابسين هاي هيلز يلي فيها تكون سكربينه او بوتس، حسب يعني كيف يكون التأس اللي نحن فيه بموسم الرمضان، لانه نعرف بسحور كثير بحبوا يعملوا افطارات، يعني سحور وسهرات، وبالخليج بالذات بيعتنوا كثير بهذا الموضوع، سو منحس انه كثير لابسين وعاملين قصص مختلفه ودارينج بمناسبات السحور يلي لهم. نعم مريم، انا بدي اتشكرك على طول، نحن بنستفيد منك ومن خبرتك ومن نصايحك، بدي جدد المعايده لإليك. واعزائي المشاهدين انطرونا غدا بفقرات جديده من احلى صباح.